ده كان التقرير عن قضيتنا اليوم في البيت الكبير. وخليني ابدا كابتن حشيش. الدوري المصري الحقيقه كان وما زال وجهه نظري برضو هتكلم فيها، ولكن رائدا لكره القدم المصريه في او في المنطقه او في افريقيا الحقيقه منذ انطلاقه عام 48. احنا بنينا المسابقه وبنينا قيمه هذه المسابقه ازاي كمصريين؟ طبعا احنا يعني مصر نفخر ان هي يمكن أقدم اتحاد موجود في المنطقة. نعم. ويعني اتأسس قبل ما اتحادات كثيرة تبقى موجودة، وأكتر ويعني وبلاد أساسا ما كانش فيها كورة أساسا. قبل اتحادات قارية طبعا. ومن أقدم الاتحادات أو أقدم اتحاد في عضوية الفيفا كمان. بالظبط كده. والدوري المصري طبعا بفرقه الكبيرة وشعبياتها الكبيرة طبعا كانت محطة أنظار يمكن الشرق الأوسط كله وإفريقيا. صحيح. فإحنا بنتمنى إنه يعني يستمر ويبقى أحسن من كده بكتير. فعشان كده احنا بنقول العيوب الموجودة والحاجات اللي موجودة فيه لازم طبعا لازم طبعا تتحسن، لأنه هيفضل الدوري المصري محط أنظار الناس كلها، شعبية الفرق وخصوصا النادي الأهلي طبعا أكبر شعبية في أفريقيا والدول العربية، يعني لازم يبقى جدير بيه كمان أنه يبقى في وسط دوري حلو يليق طبعا ببطل أفريقيا وبطل مصر ودلوقتي خرج للعالمية. من أهم الحاجات طبعا اللي احنا نتكلم فيها طبعا يعني القصة مش مستوى فني بس في للفرق، عناصر كتيرة جدا جدا هي اللي بترقى بمستوى الدوري المصري، وهنتكلم طبعا عن العناصر طيب دي بعد كده. على فكرة هي حلقة للنقاش وليست يعني مش بالدور انا همشي ولا اللي عايز يعني يتداخل، احنا بس بنحاول ايه يعني انا موجود في وسط حضراتكم علشان ننظم الحوار، ولكن اللي عايز يتدخل في اي حاجة يقول اي حوار يعني لكن محمود برضو الأزمة فين؟ الأزمة في المنتج المصري؟ يعني عندنا أزمة ولا ما عندناش الأول من وجهة نظرك؟ لا، قبل ما تتكلم على أزمات يا كابتن وعلى المستقبل لازم تتكلم على الماضي. أنا عجبني تقديم حضرتك للموضوع وإصرارك وتأكيدك وتكرارك لجملة الدور العريق وتاريخ الدور المصري وعلاقة الدور المصري. أيوه. التقرير برضو أكد على نفس الفكرة. حقيقي. هو احنا عندنا منتج عريق؟ طبعا. الانجليز حاربوا سنوات عشان يقولوا للعالم انهم اصحاب الكوره. حقيقي. خلي بالك. سنوات طويله جدا وحرب اعلاميه شرسه يعني. الواقع في افريقيا ان احنا اصحاب الكوره. في المنطقه العربيه والشرق الاوسط احنا اصحاب الكوره. فرطنا في الرياضه شويه؟ حصل. لكن عشان تتكلم في المستقبل لازم تستفيد من الماضي. الاستفاده من الماضي احنا كان عندنا دوري محترم لسنوات طويله. نعم. ودوري متشاف وله بريق اقربها في التسعينات مثلا. لو بصيت على التسعينات هتلاقي دوري مختلف الى حد كبير جدا 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 بسبب بسيط، ان انت لو بصيت على نظام. انديه مش نظام بس اتفضل، لو بصيت على انديه الدوري الممتاز في التسعينات هتلاقي 99% انديه شعبية صاحبه النقطه الاهم في كل الفيلم ده كله جماهير الجمهور. هي. أما وإننا بقينا نفرط بإيدينا في النعمة الكبيرة اللي ربنا ادهلنا دي مشكلة. الدوري السعودي مثلا الناس بتقارن ما بيننا وبين الدوري السعودي. لو احنا بصينا على الدوري المصري السنة دي هتلاقي الأهلي الزمالك الإسماعيلي المصري الاتحاد بلدية المحلة ست أندية جماهيرية. ده لو اعتبرت إن بلدية المحلة بلدية المحلة جزء طبعا ولكن أنا أقصد إنه الأبرز هو المحلة. نادي المحلة. أندية شركات ومؤسسات وأندية خاصة بلا جمهور. هي. بص على الدوري السعودي 18 فريق تمام تترعب. ومن هنا تقدر تبص على المستقبل. لو بصيت على الدوري السعودي الان الهلال جمهور رهيب، النصر، اتحاد جده، اهلي جده، الشباب دول القمه صح كده؟ طب اتصدم بقى بباقي الانديه. الشباب قلنا التعاون له جمهور، تصور هي انديه اماكن مقاطعات اقاليم محافظات سميها ده اللي كان عندنا. كل بلد ما بتسميها ما هو ده اللي كان عندنا. الله ينور عليك. سريعا كده التعاون الاتفاق الوحده الفتح الفيحاء الخليج الطائي ابها الرائد الرياض الحزم، تصور كل دول لهم جمهور. بس انا اتفرجت على معلش برضو مع احترامي صح كلامك مظبوط، ولكن انا اتفرجت كنت بتفرج على مباراه انا بس عمال افتكر الفريقين يوم الخميس على ما اتذكر
وكانت المدرجات فاضيه خالص يا محمود. ماشي خالص. في التسعينات برضو كان في انديه شعبيه بتلعب بعض كويس جدا والجمهور كان بيبقى قليل. بس خلي بالك كمان، انا اسف يا محمود، اتفضل. في الدوريات الخليجيه الجمهور غير معتاد على ارتياد الملاعب دائما. مظبوطه. لكن الحقيقه هم بيعملوا حوافز، لكن على الاقل المباريات الاشهر لا، ما تنفعش تبقى بدون جمهور. بالظبط. اضافه كمان لكلام محمود، في المحروسه العظيمه دي في الخليج، ولان السعوديه تحديدا بنضرب النموذج ليه؟ لان هي الاكثر عدد للسكان، وده بيفرق. يعني انت لما تتكلم عن شعب رايح على 30 مليون غير لما تتكلم عن شعوب عربيه اخرى. طبعا اهالينا وكل حاجه مليون، مليون ونص. صحيح. في الاخر ارقام يعني منتجه مشكورين عليه، لكن انت في الاخر يا كابتن محمود لما بيقول الشعبيه تلاقيهم عاملين التنظيمه وربنا يوفقهم، زي ما كنا هنا بنقول منطقه الصعيد، منطقه بحري، قناة، منطقه القناه. صح. هم عندهم الشرقيه، الغربيه. مزبوط. وهكذا كل منطقه من دول ينتج عنها انديه. اعتقد ده اللي محمود عايز يوصله. حضرتك صحيح اللفظ اللي انا كاتبه، حتى نادي الخليج بيمثل المنطقه الشرقيه بالسعوديه، نادي كذا المنطقه الغربيه، وهكذا وهكذا. احنا بس عقب على محمود حاجه، يعني زي ما انت بتقول احنا الاعرق. مزبوط. بس احنا كنا لفتره طويله كنا احنا الاوحد، ما كانش فيه لسه دوريات. قد يكون صح صح. عامله طفرات وعامله كذا وكذا وكذا. المهم ان انت في وسط بقى الكلام ده تفضل الاعرق. صحيح. ولكن انا بس قبل ما ارجع لك يا محمود، لان دي مهمه جدا، دكتور محمد سعيدي لحضرتك، احنا في مثل هذه الظروف هل من الممكن مقارنه الدوري المصري مع اي دوري، مش هتكلم عن السعودي تحديدا ولكن بشكل عام خليجي؟ بسم الله الرحيم. طبعا انا بشيد بكلام الاساتذه، واجيب الكلمه الاخيره استاذ محمود في كلمه بس كده بنقولها دايما في علوم الاداره والاداره الرياضيه، ان لم تتطور ستتدهور. اذا ما حصلش عمليه تطوير مستمر لنفسك هتتدهور. يعني ان ضربنا مثل مشروع تجاري وانا ما واكبتش السوق ومطلبات السوق وعملت دراسات سوق كويسه، وهبدا اتكلم عن التاريخ التاريخ التاريخ، خلاص انا كجيل مرتبط بالعلامه التجاريه اللي انت بتسوقها لي. طب الاجيال اللي بعد كده مين يضمن ولائهم للعلامه؟ اعتقد انا عشان كده انت بتقول العراقه. فانا هنا قال العراقه، اذا قعدت اتكلم عن العراقه كتير لا، انا لازم تملي اشوف حواليا واخد من ايجابيات الماضي. أيوة. وابدا ابني للمستقبل. فهي كلام الاساتذه كلهم ماشي في اتجاه ان احنا لازم بسرعه. أيوة. نتطور، ولازم نعمل يعني تحليل سوات اناليسيس كده لنفسنا، نبدا نحلل مواطن القوه بتاعتنا ايه والضعف ايه واهم الفرص والتهديدات اللي بتمثل المنتج بتاعنا اللي بنتكلم عنه اللي هو الدوري المصري. حلو جدا. اكمل بس كلامك يا محمود عشان اتفضل، عشان في حاجه مهمه في الفكره دي. كلامي مش بعيد عن نفس النقط، ولكن انا مستند في فكرتي الاساسيه على فكره ان انا كان ربنا مديلي نعمه كبيره قوي قوي قوي، وبدات ان انا اتراجع واسيبها، واخد بالك؟ هنا هيقول لك مش بمزاجي. لا هقول لا بمزاجي هنا. اتفضل. لا بمزاجي ونص. الاخرين برضو بيعملوا ايه؟ لان اخترع العجله. دايما دي جمله استاذ عصام شلتوت، لان اخترع العجله. دلوقتي حضرتك شفت في الدوري السعودي الرائع، والسعوديه الحمد لله انا عامل احصائيه فيها 33 شركه عملاقه ضمن اهم 100 شركه في الشرق، متصور؟ الشرق الاوسط. يعني. اوكي. السعوديه لهم في ال 100 شركه 33 شركه. اوكي. شفت منهم شركه عملت نادي؟ لا يمكن. لا مفيش. لا يمكن. مفيش. الشركات الكبرى في السعوديه ترعى انديه من هنا، الدوري وكذا وكذا. بالظبط. ترعى انديه. صح. نادي المنصوره مثلا العريق ده اللي راح ده مع الوبا، بتجي لك شركه كبيره ترعاك، شركه عربيات، شركه زيوت، شركه كذا. هنا يا كابتن اسلام الدنيا عندنا اتقلبت. من هنا بياتي عورات الماضي اللي الدكتور محمد بيتكلم بيها عشان المستقبل. لازم تتوقف ان احنا غلطنا في ايه عشان تفصل في تبص على المستقبل. احنا فعلا غلطنا ان احنا فرطنا كثيرا في الانديه الشعبيه. طيب استاذ عصام، هنا بقى مكمن فرطنا كثيرا في الانديه الشعبيه، وانت كنت معايا